أحد الصيادين نشر هو الآخر مقطعاً مصوراً من محافظة ديالى لتعرض الأسماك لنفوق جماعي من خلال استخدام مجهولين للسم، وحذر من تصريف هذه الأسماك إلى الأسواق المحلية. فلنشاهد. شوف السمك هذا بعد عدل. هسه هذا باكر لو اليوم راح يبيع على ابو السمك هذا اللي بالسوق، يعني ما يعرفون، مهما اكو احد يبلغ عليه. هذا باكر هسه تلقاه يبيع على ابو السمك، هاي رابع مره يسمه. نفسيتهم هم معروفين، ناس يعرفوهم، نادر يعني. الله ينتقم من عندكم ان شاء الله. باعوا هذا السمك، عم سامين البزل من الصبح. واحد يحكي على ذولا باكر عقبه، هذا من يقع بشده يقول انا شو بسوي يا رب العالمين، الله يلعنهم ان شاء الله، الله يلعنهم.